أهلا ومرحبا بيك عزيزي المشاهد وحلقة جديدة من برنامج نور يتزايد. في هذه الحلقات بنتناول سلسلة عن الكتاب المقدس وجالنا سؤال من شخص كان بيقول انه كان بيزور واحد صاحبه ولقى ان عنده كتاب المقدس مش 66 سفر زي ما احنا عارفين لكن أكتر من كده فكان بيتساءل ليه أو ازاي حاجة زي كده. اه هو العهد الجديد هلاقيه زي ما هو سبعة 27 صفر هي سؤال عن الفرق جاي من العهد القديم انما العهد الجديد في كل كتاب مقدس سبعة 27 صفر ده ما فيهوش اي مشكله انما العهد القديم في بعض الكتب هتلاقي في زيادة حوالي عشر أصفار مش موجودة في النسخة اللي أنا بقرا فيها أنا إيماني العهد إن القديم تسعة وتلاتين سفر لكن في ناس بيؤمنوا أنه أكتر من كده بيسموا الأصفار الزيادة دي أحيانا يقولوا أبو كريفة يعني حاجة مختبئة و وأحيانا يدوها تسمية أخرى الأصفار القانونية الثانية يعني هي زيادة فممكن تلاقي أحيانا تسمى كده وناس تاني لها ويقولوا لا دي أبو كريفة إيه القصة يعني أكيد في قصة وراء أن النسخة دي كذا والنسخة دي كذا القصة ببساطة طبعا لو لو انا بقرا في الاصفار الزياده دي هلاقيها مختلفه في روحها عن الاصفار ال39 لكن خلينا في الاول نقول ايه السبب السبب ان دي حاجه شرحناها من قبل كده لما كنا بنتكلم عن الترجمه السبعينيه اذكركم ان العهد القديم اتكتب بالعبري الا اجزاء قليله اتكتبت بالكلداني اللغه العبريه الوحي بتاع العهد القديم كان باللغه العبريه يعني العهد القديم بتاعنا ده مترجم عن الاصل العبري انما القصه بقى تعود وشرحناها قبل كده بس اشرحها تاني ان حدث تقريبا سنه سبعمئه قبل الميلاد ان حدث هجوم شرس من الاشوريين على شعب الرب وشعب الرب في الوقت ده كان عباره عن مملكتين مملكه جنوبيه ودي عاصمتها اورشليم ومملكه شماليه بتضم عشر أسباط ودي عاصمتها إيه السامرة فلما الأشوريين هجموا طبعا ما كانش فيه حماية لأن شر المملكة الشمالية زاد 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 ما فيش توبة زاد 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 خلاص لما تعيش في الخطية ربنا الرب مش يحميك آه يحميك شوية عشان بيقدم لك محبة لكن هتصر على الخطأ ما فيش حماية فعلا ما حصلش حمايه والعشر اسباب دول اطردوا من الارض وخدوهم الاشوريين بعيدا وتشتت تشتتوا ناس من شعب الرب بيتكلموا ايه عبري العبرانيين اليهود بيتكلموا عبري في زمان طيب بعد كده في سنه 600 قبل الميلاد يعني بعد كده بتقريبا ب 100 سنه تقريبا مش يعني مش هقول ان دي آآ آآ تواريخ محدده اللي انا بقولها بقول بالتقريب للتسهيل يعني بعديها ب 100 سنه المملكه الجنوبيه مش تتعلم الدرس ما انا لما اشوف غير حصل له كذا واعرف ان ده بسبب انه عاش حياه اباحيه دي رساله ليا لازم اتجاوب واقول لا انا مش هستنى لما يحصل لي زي ما حصل للشخص ده ده بعد عن الرب وعصيت الرب قدمته افوق المملكه الجنوبيه انها تفوق ما فاقتش وزادت انحدارا كانت النتيجه ايه عدو اخر جه اللي هو البابليين البابليون بزعامه امبراطور قوي جدا جدا اسمه نبوخذ نصر ده بقى جه على الجزء الباقي اللي هو اورشليم عاصمه المملكه الجنوبيه وبعدين إيه؟ خد الناس الى مدينه بابل وفي ناس كانت ساب من الناس الفقيره اللي مش هيفيدوه في مدينه بابل و هيعملوا ايه؟ ناس راحت مصر وناس بقت في بابل وحتى لما رجع شعب الرب بعد سبعين سنة تاني من الم... يعني بعد سبعين سنة شعب الرب رجع بقيادة زروبابل نقرأ ده في سفر عزرة وبعدين اتبنى السور في سفر نحامية حتى لما رجع كان أغلبية اليهود برا برا أورشليم وبرا الأرض طب الأغلبية دول ضعف مع الوقت تاثروا باللغه اللي كانت منتشره وسادت في كل العالم هي اللغه اليونانيه دي لغه الثقافه ولغه التجاره الاسكندر مهد يعني الرب استخدم الاسكندر الاكبر في ان يخلي لغه واحده في كل العالم لغه القراءه والتجاره هي اللغه اليونانيه تقول ليه طب والرب استخدمه ليه كده اه عشان لما بولس يبعت رساله يكتبها باليوناني كل واحد في كل حته في الدنيا يقدر يقراها عشان انجيل متى يتقري في كل حته عشان انجيل لؤى يتقري في كل حته عشان الكلمه تتقري في كل مكان عشان الرسل كمان يكفي بس انهم يبقوا يعرفوا يوناني يعرفوا يتكلموا في اي حته فالعالم كله كان يوناني اليهود ما قدروش يحافظوا اللي بره مش اللي في مش اللي في اورشليم اللي قاعدين في اورشليم ولان حدث رجوع وفي ناس استقرت لا اللي مستقرين في اورشليم واليهوديه دول اللي ظهر فيهم اللي خدمهم الرب يسوع دول كانوا عارفين اللغه وعارفين اللغه اللي بتت الشعبيه بتاعتها الاراميه انما مالهمش دعوه باليوناني اللي كان ليه دعوه باليوناني اليهود اللي زي ما قلت لما تشتتوا اه 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 تاثروا باللغه اليونانيه ولا سيما اليهود اللي راحوا ارض مصر كتروا قوي 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 لوسيفوس المؤرخ اليهودي المعروف اللي كتاباته لسه في ايدينا بيحكي عن الحياه في ذلك الوقت بتاعت اليهود بيقول ان كان في اسكندريه من نص مليون الى مليون يهودي سنه تقريبا 250 قبل الميلاد اليهود اللي في اسكندريه قرروا ان طب هنعمل ايه؟ آه لازم نشوف حل ايه الحل؟ قالوا نترجم ده اول مره اول مره 250 قبل الميلاد احنا الناس عندنا كتير ما تعرفش عبري مع الوقت هتنسى الكتاب المقدس بتاعنا ده احنا شعب الكتاب يعني ده اهم حاجه فترجموا سبعين واحد عشان كده يسموها ترجمة السبعينية ترجموا أسفار موسى الخمسة دي الترجمة السبعينية لو أنت بتسمع عنها تبقى عارف جات إزاي عملت في الإسكندرية سبعين واحد في ناس يقولوا 72 ناس يقولوا 75 هم اللي بدوها ناس مقتدرين في اللغتين العبرية واليونانية عملوا هذه الترجمة لأول خمس أصفار في العهد القديم ترجموها من العبري ترجموا الخمس أصفار دي من العبري إلى إيه اليونانية أسفار موسى أسفار موسى بعدين مع الوقت بقى ابتدوا يكملوا الكتاب المقدس ترجموا الكتاب المقدس كله إلى اللغة اليونانية لكن بقى حصلت حاجة بقى حاجة غريبة في الفترة آخر سفر اتكتب في العهد القديم هو سفر ملاخي والرب يسوع اول سفر نقراه في العهد الجديد هو انجيل متى بيتكلم عن الرب يسوع في مسافه بين العهد القديم نهايته ملاخي والعهد الجديد اللي بدايته مش هقول بقى انجيل متى لان اول انجيل اتكتب وكان كان انجيل مرقس ورساله كونس الاولى دول اول حاجات اتكتبت في العهد الجديد فبين العهد القديم والعهد الجديد في 400 سنة 400 سنة دي حدثت فيها حوادث مهمة جدا صراعات و ونقرا بقى عن ابي فانس وازاي دنس الهيكل والحاجات اللي تنبا عنها دانيال واللي بتتكلم عن ضد المسيح اللي جاي في نهايه الايام يعني افتكر ان تيخوس ابيفانس ده لما تقرا قصته ده صوره مصغره من ضد المسيح اللي هيظهر في نهايه الايام، صوره مصغره تقرا عنه زي ما بتقرا عن ضد المسيح في نبوه تقرا عنه هو كمان في نبوه، فين النبوه اللي عليه؟ في في سفر دانيال، صوره مصغره ل ضد المسيح اللي هيظهر في نهايه العالم فاحداث مهمه حدثت في هذا الوقت في ال 400 سنه دي اتكتبت كتب بقى زي ما قلت اليوناني سائد اتكتبت اليهود كتبوا كتب عن الفتره دي كتبت في الفتره دي اللي هي 400 سنه يسموها ما بين العهدين ما بين سفر ملاخي وانجيل مرقص في زمن الكتابه او ما بين سفر ملاخي في الترتيب بتاعنا وانجيل متى كتبوا اصفار الاصفار دي باليوناني الناس اللي في اسكندريه بعد ما اتكتب الكتاب بعد ما ترجموا العهد القديم العبري الى اللغه اليونانيه خدوا من هذه الاصفار فبيهم عندهم عندهم جزء اساسه عبري وحطوا كتب تاني مع اللي بيعملوه ده ايه بقى مش اساسه عبري لا اساسه يوناني ليه عشان المرحله دي ايه بقى اللي حدث الحدث ان اليهود اللي قاعدين في الارض وحول وفي اورشليم وما حولها اللي هم ظهر وكرس وعمل معجزات معاهم الرب يسوع ما قبلوش الحاجات دي قالوا ده يوناني احنا ده مش تبعنا ورفضوا انهم يعترفوا بهذه الاصفار ما انما اعطوها قيمه انها بتحكي تاريخ ولا تزال انك تقرا الاصفار دي مهم لو انت بتدرس تاريخ ما بين الاتنين كتب تاريخيه مفيده لانها بتحكي لك عن المكابين وثوره المكابين ويهوذا المكابي تاريخ انما هل ده جزء من الوحي؟ لا اليهود اللي في عايشين في اورشليم وحواليها ايام لا ما اعترفوش بيها اعترفوا بس باللي كان مكتوب بالعبري اللي اخره ملاخي ما قبلوش هذه الاصفار خالص وعملوا مجمع سنة 95 ميلادية ما ذكروش في هذه الأصفار حد في مدينة جمينة أيوة في مدينة جمينة اللي على الساحل إنما المشكلة إن في رفض كامل من يهود الأرض عندنا نوعين من اليهود يهود على الارض دول ويهود الشتات يهود الشتات اللي بيتكلموا يوناني لا عايزين الاصفر دي اليهود دول مش عايزين وبعدين في المجمع ده اتحسم الامر خلاص دول اصفار اليهود طيب فين بقى المسيحيين في الدول المسيحيين استلموا العهد القديم من اليهود والرب يسوع يعني ما, ما ما فيش اي اشاره انه رجع للاصفار دي ولا للرسل لاني دول الرب اتولد بالجسد مع اليهود اللي عايشين في المنطقه دي اللي مش معترفين باللي عملوه بتوع اسكندريه بتوع اسكندريه مش ما كتفوش ترجمه كويس هاي لكن راحوا اضافوا كت كتب يوناني. يونانيه ايه بقى اللي حدث؟ المسيحيين يعني ما اه الاسفار دي كانت بتتقري لان بيبقى الانسان عنده كوريوزيتي ان يعرف ايه اللي حصل في المرحله التاريخيه اللي بين نهايه العهد القديم وبدايه العهد الجديد مرحله ما بين العهدين لكن ما تقبلتش يعني الناس العظماء أنا قلت في الحلقة اللي فاتت إن الروح القدس أولا اليهود خلاص ما مش قابلين غير دول اللي هم معانا تسعة 39 سفر دول الوحي طب والزيادة دول الزيادة المسيحيين اه في منهم عرف بالأسفار دي ما انكرش بس الناس خدت الاسفار دي انها اسفار تاريخيه مفيده ولكنها ليست من الوحي يعني بمعنى ان الكنيسه او المؤمنين قالوا احنا هنبقى امتداد ليهود الارض وليس ليهود الشتات لان يهود الشتات دول متاثرين وعندهم لغه اخرى و و و فالمنطقي ان الوحي يجي بالعبري يبقى لو هو جزء من العهد القديم فمثلا تلاقي أساناسيوس الرسولي الشهير اللي واقف ضد بدعه اريوس لا يعترف بهذه الاصفار كمثال يعني اغسطينوس لا يعترف بهذه الاصفار انها جزء من الوحي ناس كبيره وظل الامر هكذا الاجماع او ان احنا زي اليهود بنقبل التسعة وتلاتين سفر لحد ما حدث مجمع اسمه مجمع ترنت سنة الف وخمسمية ستة واربعين المجمع ده بقى ايه ده الكارثة المجمع ده ليه تقول لي ليه اقول لك ان هما كان كام سفر زيادة كانوا خمستاشر اسف اقطعك بس آه. يعني كانه 1500 سنه ما انا قلت لك اثناسيوس قلت لك اوسطينوس الناس الكبار الاساسيين اللي هو كتبوا عن الاصفار ايه اصفار الكتاب المقدس كذا 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 في كتاباتهم ما جابوش سيره الاصفار دي يبقى ما اعتبروهاش اصفار من الوحي طيب في السنه دي بقى عملوا ايه لسبب او لاخر المجمع ده خد الاصفار دي اللي جايه من اليهود الشتات اليونانيين وعملوا ايه بقى راحوا رفضوا منها اربعه وسابوا الباقي طب يا تقبلهم كلهم اللي جاي من اليهود اليونانيين يا ما تقبلهمش فده شيء عجيب يعني كانك انت كده عايز تخطب خطب مزاجك يعني. خطب مزاجك ما هو المصدر واحد والتاريخ واحد وقبل كده عايز اقول حاجه حصلت برضو في القرن الرابع جيروم ترجم من اليوناني الى اللاتيني جيروم ده عالم كبير ومؤثر في التاريخ بتاع الكتاب المقدس يعني علم فجيروم مع اللي ترجمه ترجم الأصفر دي ده في القرن الرابع تقول لي خلاص يبقى في الكتاب المقدس هي الفولجاتا قال هي الفولجاتا لا جيروم قال انا رافض الأصفر دي اه بترجمها لكن دي مش من الوحي وهنا الاسوار دي دخلت في اللغه اللاتينيه بتاعت اوروبا لاني بس جيروم اللي ترجم رايه واضح وموجود انه لا دي مش الاسوار طب الترجمه ليه في بيقولوا ان ضغطوا عليه ترجمه واعتقادي انا انه ترجمها لانها لها فائده تاريخيه لانه الترجم كمان حاجات تانية مش بس الكتاب المقدس اه اه يعني في راي ان اجبر ان ترجم الاصفار الزياده لكن هو عشان ما كانش مؤمن بيها انها من الوحي كتب ان دي مش من الوحي وطب رضي يترجمها لاعتقادي لان الاصفار دي مهمه في دراسه التاريخ ما انت عايز تدرس تاريخك بترجع ترجع تشوف مثلا ده حاجه مهمه ايه ظروف كتابه انجيل متى؟ طب لاني لما بتدرس التاريخ بتفهم ال... كانوا بيعملوا ايه ساعتها؟ لان ده بيساعدك في فهم ظروف الحياه اللي متعلقه بالشخص وده اللي متعلقه بالحاجات اللي في الكتاب المقدس وده احد إيه معجزه الكتاب ان اثبات انه صح ان عمرك ما هتلاقي حاجه مكتوبه التاريخ يقول ما كانش موجوده او عمرك ما تقرا باب ولا طريق ولا مش عارف ايه والتاريخ يقول ما كانش موجود في الوقت ده، لا الكتاب المقدس لا يتعارض مع التاريخ، لا يتعارض وحتى لما بيكتشفوا حاجات وتحصل ضجه وتقول اه اكتشفوا اثار تقول ان ان الموضوع ده غلط وفي بيحصل كده حصل إيه؟ انما نقول لهم تأنوا لان بعد شويه يكتشفوا حاجات تانيه تخليهم يرجعوا يقولوا الكتاب المقدس صح وهكذا يعني لان العلم ناقص لكن كل شويه يدي تاكيد يعني يقولك لا ما لقيناش في الحته دي حاجة الفلانيه يعملوا ابحاث اكتر في الارض زي مثلا بركه بيت يعني يلاقوا اه في بركه اثار وفي الخمسه اه بتقول ف احيانا تطلع تسمع خبر كده مش عارف ليه إيه يقول ان الكتاب المقدس اللي قاله في القصه دي غلط بعد شويه يكتشفوا حاجه تاني ويصلحوا نفسهم ف يعني حلو ان احنا ندرس اللي بيقولوا التاريخ عن الفتره اللي عاشها الرب عادات اليهود كانت ايه لاني بفهم بفهم من بيتفهمني حاجات تساعدني أكتر وده مجهود عظيم بيقوم بيه ناس دارسين في الكتاب المقدس إنه يحاول بيشرح بيجيب لك الباك جراوند اللي كان موجود خلفية ساعة رسالة كورنثوس الأولى ليه بولس قال كذا ليه كذا مش اه عشان كان كده في الوقت ده في كذا وكذا وكذا فأعتقد إن جيروم كان عايز يسيب الـ يسيب يخلي الأثار دي باللاتيني عشان الناس تفهم ازاي مثلا نبوات دنيال تاريخيا مشيت كذا ازاي حصل كذا ازاي مش عارف ايه اليونانيين عملوا ايه فترجمها لكن هو نفسه قال انه رافضها فانت عندك ناس قامات اثناسيوس الرسولي اغسطينوس جيروم اعتقد اوريجينوس يعني مشاهير كان رايهم ان احنا نمشي ورا اليهود بتوع الاصل، ما نمشيش ورا اليهود اللي طلعوا، لان الرب لو عايز يدي اليهود كتب هيديها للي عايشين في الارض، في اللي عايشين جنب الهيكل اللي ما عجبتهمش البلاد الثانيه، لان الرب يعني ناس ما رجعتش، الرب قال لهم ارجعوا، ما رجعوش. مش هي مش هيخلي الوحي يبقى مع دول، هيخليه مع الناس اللي آه ضحت ببابل وضحت بكذا ولما اتفتح الباب انهم للارض للرب كان أهلهم عليها من آه وفقدوها رجعوا رجعوا لانهم بيصدقوا الكلمه فلو كان الرب عايز يدي وحي جديد كان عطاه ليهم برضه بالعبري لكن لم يحدث هذا المجمع ده بقى ضم الكتب دي كانت النتيجه حاليا ان في كتب مقدسه فيها الاسفار دي في كتب مقدسه ما فيهاش الاسفار دي انما دراسه الاسفار دي انا لازلت اكرر انها مهمه للدراسه التاريخيه لانها بتحكي لك تاريخ احد المراجع التاريخيه مش كلها طبعا بس يعني في اسفار مراجع تاريخيه لما حدث بين العهدين الثوره اللي حملوها اليهود مش عارف يعني بتفيد في الابعاد التاريخيه لكن لا تفيد على الاطلاق في التعليم ما تفيدش ابدا 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 لانها متناقضه في التعليم اللي بتقدمه ضد متناقضه مع الكتاب المقدس بتاعنا و يعني حتى أنا فاكر إن في وقت قريت كده في سفر توبيا قصة آه. غريبة يعني طريقة إزاي تنتصر على الشيطان كان بيقول إنك لو حرقت كبد الحوت في أول ليلة من الجواز ده ساعتها تقدر تهزم الشيطان آه. ده م... ويقول إن الحوت ده طالع من نهر كمان آه من نهر دجلة من نهر يعني. دجلة لا قصص خرافية فيها خرافات كتير و بل واللابل والتنين وحاجات مش ماشية مع الكتاب المقدس ما تمشيش ايه انتصر على الشيطان بدنا نحرق كبت يعني دخلنا في عالم الشعوذة فكأن الأسفار دي بتبعدك بدل ما تهزم إبليس بالإيمان باسم الرب يسوع تهزم إبليس بهذه الطرق آدي الأسفار دي فهي من جهة التعليم وفيها اخطاء ومحدش و... اس... م... مفيش كاتب في الكتاب المقدس اقتبس منها اي شيء وكتاب العهد الجديد اللي كتبوا الاسفار بتاعت العهد الجديد لم يقتبسوا ايه واحده منهم من الاسفار الغلط دي وواحد يرد عليا يقول لي طب ما في اسفار تانية في العهد القديم مثلا آه, اه سفر استير ما حدش استشهد منه اه بس ده المجموعه كلها كل المجموعه الرب ما استشهدش منها ليه؟ لو هي صح آه بولس ما استشهدش منها ليه؟ انما سفر استير ده سفر ضمن مجموعه مقبول آه والرب استشهد من المجموعه باسم الرب يسوع لا نتمسك إلا بالكتاب المقدس 39 سفر في العهد القديم و27 سفر في العهد الجديد وأصفار العهد القديم زي ما اليهود اللي بيتكلموا كانوا في أرض اللي فيها أورشليم متمسكين احنا كده كمان يعظم انتصارنا على الخطط الشيطانية اللي بتقدم تعاليم غريبة زي تعاليم انك تهزم الشيطان بدل ما تهزمه بالإيمان بالرب يسوع تهزمه بخرافة تذبح وتجيب كبدة وتحرقها سبيل الصديقين كنور متزايد إلى النهار الكامل يا رب بنصلي من أجل نورك يزيد في حياتنا أكتر وأكتر لأن الفاهمون يضيئون آمين رب يبارككم وإلى حلقة قادمة من برنامج نور يتزايد إلى اللقاء زي سفر زي سفر الجامعة اللي شكله مقبض ويبقى موجود في كتاب قوة الآية الحرفية إن كلمة ثقبوا موت الرب يسوع غير موت استفانوس هل يا ترى تقسيمة الكتاب المقدس الأصفار لأصحاحات وأعداد زي حاجة كانت في أصل الكتابات؟